يوجد إيه لا تعطي القدس للكلاب ولا تلقوا بركم قدام الخنازير لألا تدوس بأقدامها ثم تلتفت فتمزقكم؟ إيه التفسير بتاع هذه العبارة اللي قالها السيد المسيح، وهل لها أي علاقة بالتبشير؟ لا تعطوا القدس للكلاب ولا تلقوا بركم قدام الخنازير. دايما الإنسان يعطي لإخواته ما هو لبنيانه وبالقدر اللي يتناسب معه. هديكم مثل بسيط. لو أنا عندي طفل صغير 3 سنين ويدوب بيقول أبانا الذي في السماوات يدوب حفظها، أو إذا كان حفظ صلاة الشكر، أو بيقف علمته أنه يصلي من أجل باباه ومامته وإخواته والكنيسة وأصحابه، وأقول له صلي من أجل العالم كله على قد ما هو يقدر بيعمل. لكن مش هيجي أقول له إيه ده القديس أرسينيوس كان بيقف من الغروب لغاية ما الشمس تنور تشرق وهو بيصلي. يبقى لازم حبيبي تقف معايا، هنقعد لليلادي هنقف من الغروب نصلي مع بعض لغاية ما الشمس تطلع قدامنا. أنا مدي وشي للشرق، فلما تطلع الشمس في الشرق أقول له خلاص كفاية. ما يقدرش طفل صغير 3 سنين هيقف يصلي من الغروب لغاية الصبح حوالي 12 ساعة مثلا أو أكثر أو أقل. فده اللي هو لا تعطي قدسكم للكلاب ولا تلقوا بركم للخنازير. مش لأن الطفل من الكلاب أو من الخنازير، ما تديش أي إنسان جرعة أكتر من طاقته تبقى لضرره. ولازم نتعلم اللي كل شيء حتى كلمة ربنا تتقدم بما فيها للبنيان. يعني ما جيش مع الأولاد الصغيرين أكلمهم عن ربنا بأسلوب أصعب من الأسلوب اللي بيفهموه. لما أنت بتعقده وممكن ما يقبلش الإيمان أو ما يقبلش التفسير بتاع العقيدة بتاعت الكنيسة وإيمانها. أيضا بالنسبة للأشرار، لا تعطي القدس للكلاب. هو مش ما يقصدش أنه يشتم الشرير أنه يسميه كلب أو يسميه خنزير، لكن بيقول الكلب ليه أكل يناسبه والخنزير ليه أكل يناسبه والغنماية ليها أكل يناسبها. مش هجيب مثلا كلب واجيب له حشيش يأكله، لكن هذا العشب ياخده حمل. فكل كائن، كل خليقة ليها اللي تناسبها. فما جيش للشرير وأخبط فيه وأقول له لازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا ولازم. أول حاجة أدي له حب. يعني مرة حد بيسألني بيقولي إزاي ممكن نتكلم مع واحد مثلا غير مسيحي، أكلمه إزاي عن الثالوث القدوس؟ مرة جاني واحد وقال لي، قال أبونا إزاي أنتوا بتؤمنوا أن يسوع ده اللي بيأكل ويشرب وغيره أنه تقول عليه أنه إله؟ قلت له أنت قريت الإنجيل؟ قال لي ما قريتوش لكن بسمع عنه في التي في. قلت له لا، ما أنت بتسمع من الناس اللي ما يعرفوهوش، لكن أنا أحب أنك تصلي وتقول له يا رب ممكن تكشف لي ذاتك. وبعدين اتكلمته إزاي أي إنسان حتى عادي لما يحب يتعامل مع طفل صغير بينزل لمستوى الطفل ويتعامل معه. فإذا كان الحب يخلي الأب الأستاذ في الجامعة يبقى كأنه طفل يتكلم مع ابنه الطفل، هل نستكتر على ربنا اللي هو خلق الإنسان إن من أجل الحب يصير كإنسان لغاية ما ياخده في حضنه ويطلع به يطلعه للسماويات؟ ده حب إلهي. وبدي أتكلمه عن المحبة، إن الله بيبصلي إن أنا السفير بتاعه وإن أنا ابنه وإن أنا على صورته مثاله. قال الكلام ده صعب أول مرة أسمعه. قلت له أنا مش عارف قد إيه ربنا بيحبك، أنا مش بكلمك عني، أنا بكلمك عنك أنت وعني وعن كل إنسان حتى الأشرار.
الله يشتاق كل البشرية أنها تأخذ صورته، وكل البشرية أنها تتمتع بالميراث. فقلت له أنا بديت أكلمه عن الحب وإزاي إحنا أولاد الله، والحقيقة كان في آخر القعدة بيقول لي إحنا عشان ولاد ربنا بنعمل كذا كذا. قلت له بتقول إيه؟ قال لي عشان ولاد ربنا. قلت له مش أنت قلت لي إزاي نبقى ولاد ربنا؟ قال لا، ما أنا فهمت بقى دلوقتي، أنا فهمت إن إحنا ولاد ربنا اللي بيحبنا ويشتاق إلينا وينزل إلينا ونتعامل معاه. إذن يا أحبائي، مهم في الكرازة أو التبشير أو في تربية ولادنا أن نعرف إزاي نتعامل معهم وما ناخدش الجانب السلبي، ناخد الجانب الإيجابي. فياريت دايما نطلب مشورة روح الله القدوس يسندنا، علشان هذا الروح الإلهي يعلمنا إزاي ندخل إلى قلب الإنسان ونتكلم بكلمة ربنا بحيث هو يقبل كلمة ربنا في حياته. فمش عايزين نتشكك من كلمة لا تعطي القدس للكلاب ولا نبص للناس على أنهم كلاب أو خنازير، لكن أعطي لكل إنسان، كل كائن بما يتناسب معه.